هذا المكان معروف في بلدة عنبتة والمنطقة بطاحونة أبو راسين، يعود إلى نهاية الحقبة العثمانية، عمره ما بين 250 إلى 300 عام. كان يستعمل عن طريق إدخال المي في قناة واضحة لكم في التصوير، كانت المي تدخل عن طريق هاي القناة وتنزل في من منطقة علوية بطاحونة أبو راسين على الدولاب تحت، وكان الأهالي يستعملوا هذا المكان في طحن الحبوب القمح والشعير. الموقع الأثري هذا مثل أي موقع أثري آخر موجود في فلسطين بشكل عام وفي عنبتة بشكل خاص، إنه هذا يعني بأكد الامتداد الجذور الفلسطينية في أرضنا، وبمثل حضارة من فترة سابقة كانوا أهلنا وأجدادنا يعيشوها. فالمحافظة على مثل هيك مواقع وتثبيت وترسيخ للهوية الفلسطينية في هذه الأرض.